عظيم فكره ان احنا نرتبط اسمنا باسم فنان كبير زي استاذ محمد منير. عندنا 15 اغنيه تانيين من الحاجات القديمه والحاجات الجديده، مستعدين يعني بالحفله بشكل حلو، والحمد لله جمهورنا ما خذلناش ابدا، الحمد لله دايما في ظهرنا. حبينا نوثق الرقم، هو الرقم يبان ان هو كبير بس احنا عشان بدانا واحنا سن يعني سننا صغير شويه، يعني مرحله مهمه في حياتنا ان احنا نوثق 20 عشان نبدا بقى يعني نصفر العداد ونبدا مرحله جديده ان شاء الله. يعني مبسوط بالرقم وبيخلينا يبقى عندنا مسؤوليه ان احنا نقدم حاجات احسن ان شاء الله. احنا المفروض هنغني اغنيه عالم غريب، دي اخر فيديو كليب احنا نزلناه او اخر اغنيه سينجل يعني نزلناها، هنعملها بشكل ظريف. وعندنا 15 اغنيه تانيين من الحاجات القديمه والحاجات الجديده، مستعدين يعني بالحفله بشكل حلو. احنا عندنا اغاني كتير في يعني في ال 20 سنه، يعني عندنا 3 البومات ويمكن حوالي، هي مش بالكم برضو يعني مش لازم كل شهر تنزل اغنيه. هو دلوقتي المرحله بقت اتغيرت، التواجد طبعا مهم بس مش لدرجه ان انا كل شهر او شهرين انزل اغنيه، دي حاجه مش حلوه لان عمر الاغنيه بيبقى. الحمد لله جمهورنا ما خذلناش ابدا، الحمد لله دايما في ظهرنا، ودايما احنا كنا بناخد البوسترات من شبرا نوديها نعلقها احنا بنفسنا في شوارع وسط البلد وقصر شامبليون، ونوزع الفلايرز على الناس في القهاوي وكافيتريات، احنا اللي كنا من كده، ما عندناش حد بيشتغل الشغلانه دي. وانا راضي جدا عن اللي احنا وصلنا له والحمد لله، والجمهور بيفهم يعني، الجمهور بيصدق الصادق وبيعرف مين بيضحك عليه ومين اللي مش بيضحك عليه. هي بصراحه رحله حلوه وفيها حاجات ممتعه جدا. اه الحمد لله. احنا عملنا اولا قبل مين قال لهم ده، عملنا ألبوم اسمه غاوي بني ادمين، ده مش ده 14 اغنيه، واحنا اكبر يعني الفنان الوحيد المصري الوحيد اللي عمل 14 اغنيه سي دي في 2014، اللي هو في العصر اللي محدش بيعمل اصلا سي دي، بيعملوا مين البوم او اغنيه سنجل عشان يكسبوا بسرعه من الريع اليوتيوب والحاجات دي. احنا عملنا 14 اغنيه، جبنا اهم موزعين في مصر، اسامه الهندي، توما، عمرو اسماعيل الموزع الموسيقي وجابن موسيقى افلام، دول اغلى ناس موجودين في السوق احنا جبناهم، وعملنا مع مؤلفين الله يرحمه امير زهير والله يرحمه دكتور نبيل خلف ورامي يحيى ومحمد عبده ادو بلاك تيما، وانا كتبت حاجات في الالبوم ده، والحان احمد بحر والحاني والحان محمد عبده، احنا الحاننا كلنا الالبوم كله، ما صورناش اغنيه منهم. اعتمدنا على الارت وورك بتاع محمد صلاح شحاته، لكل اغنيه ليها الافيش بتاعها او البوستر بتاعها، اعتقد ده من اكبر المشاريع اللي بلاكتيما عملوها. بعدين عملنا البوم لون الكاكاو او خمسه نوبي مع الاستاذ ريتشارد الحاج المنتج، وهو كان نوع ان انا عايز اقرشف او اقرخ المزيكا الخماسي اللي علاقه باسوان واللي علاقه باهل الجنوب كلهم، فعملنا اخترنا 5 اغاني من الفولكلور ومنهم غنوه من اغانينا تليق على الشكل العام للمزيكا دي. وان شاء الله اللي جاي بقى بعد 20 سنه هنعمل ميني البوم افرو بيت، معانا فريق سوداني بنتعاون مع موزع سوداني، ان شاء الله هيبقى مفاجاه باذن الله، وبنحضر اغنيتين باذن الله هينزلوا في شهر 9 الجاي باذن الله. ده شرف عظيم فكره ان احنا نرتبط اسمنا باسم فنان كبير زي استاذ محمد منير، وبعدين احنا عشان متاثرين بفن استاذ محمد منير، ف ده خلانا ما نبقاش بنقلد محمد منير، اكيد محدش هيعرف يقلد الاستاذ محمد منير، ده قيمه وقامه، وفكره انه مأثر فينا شخصيا، ففكره انه انت لما تسمع اغاني منير لوحدك هيبقى لك شخصيه مستقله، فكره ان انت يبقى لك شخصيه مستقله اكيد مش هتقلد حد حتى لو كان الاستاذ الكبير محمد منير، ده عشان احنا خارجين من عبايته فما بنقلدوش، لان هو ضد الفكره دي انا متاكد. بص احنا في الاول خالص قررنا ان احنا نتكلم على البني ادم بشكل عام، ساعتها كان برضو في السائد هو اغاني الرومانسيه والحب وكده، ما كانش في فكره ان انت تتكلم عن مشاكل الناس وهموم الناس، كان في طبعا تجارب يعني، بس اقصد ان احنا ده كان تركيزنا الاول والاخير، فاي اغنيه ليها علاقه بكده بتستهوينا على طول وبنشتغل عليها. فتره اصدار بلاك تيما برضو هي فترات مختلفه، بس ساعه نزول البوم بحار دي كانت من اكتر الفترات، لأن الحمد لله الألبوم نجح جدا والناس حبته، فكانت فترة فيها ازدهار كبير. بص هو السنتين اللي فاتوا كان في أزمات في العموم، مش على المزيكا بس، مش على القطاع ده، يعني في أزمات واضحة، فأكيد احنا تأثرنا بالأزمات دي، بس بنحاول نقوم تاني، احنا متعودين على كده يعني.